استوى الغداء ولا لا؟ ها؟ لا الله يعطيك العافية إن شاء الله. الله يعطيك العافية يا عمي أبو علي، شلونك طيب؟ بعد عمري فيك. عندنا ضيوف ونبي نبيضها، يعني نبي طبخة تنتبيض الوقت. بس نبي عشان لا تصير ملاحظات في الطبخة، نبي الخبير بما أنه خبير يتشيك على الملح ويتشيك على الطبخ. شيك الطبخ قديم في الطبخة. شيك خلا بس يتشيك عمي أبو علي. ايه شوف ما في ملاحظات. انت عندك 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 وسع صدرك يا عمي ابو علي، وسع صدرك يا عمي ابو علي. عندك لا 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 تعال وسع صدرك يا عمي ابو علي. وسع صدرك. ترى هذا بيخرب الطبخه. ايه ان شاء الله ان شاء الله. وسع صدرك. الطبخه لا صار الحالي اضبطها. ايه صح انجا. ايه هذا بيخرب ان شاء الله ان شاء الله. خل الخبير خله على جنب. خل مختار. تعال مختار. خل مختار بس يشيك على الملح. يعني انا ما اعرف اشيك. ما اسوي شيء. عارف بس عشان توني انا اليوم. لا ما يخالف عشان لا يزيد. راح عشان لا يزيد الملح. لا 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 لا, لا عمي ابو علي عشان لا يزيد الملح بس ولا ينقص. عشان خلاص ان شاء الله 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 خلاص ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خلاص. بس شكل لا 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 ابو علي لا شيك بس الملح. والله البرح العشي. والله البار ابو علي البرح العشي ما في ملح. ما في ملح البرح. راح ان شاء الله ان شاء الله. اسمع تعورت على عمري. عضاك عضاك زين. هو عنده بروسي عض هو. قبض علي شوي عمي ابو علي. عمي ابو علي تعال بس ابيك بنصيحه بس. به يا عمي ابو علي تعض احد. لا تعض ترى ما بقى عندك الا برسين. اخاف لا عضيت يطلعوا ليش لون طاح الوسطي ده؟ هذا اللي كلام عضيت هذي سمه تفاحة. لا كمثرة. كمثرة راح العين كمثرة راح فيها ضرسك. شلون تعض الخبير أسنانك كلهم يروحون.